يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة مهمة جدا، عندنا فيها كتير من الأخبار المتنوعة على مختلف الأصعدة، سواء عالميا محليا. وقبل كل ده، كل جديد يخص نادينا الحبيب النادي الأهلي وآخر أخباره وتفاصيله على مدار فقرات كتير من حلقة اليوم من هذا البرنامج. كالعادة مهم جدا تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة. وسؤال حلقة النهاردة بيتعلق بشكل الدوري الجديد اللي تم الإعلان عنه بشكل رسمي، إن الدوري هيكون زي ما هو بالشكل الطبيعي على مدار السنوات القليلة الماضية، يعني ماتشات ذهاب وإياب، 34 جولة، 18 فريق، والأمور هتمشي بشكل طبيعي بعد ما كان في بعض الاقتراحات اللي كانت تم الإعلان عنها على مدار الأسبوع اللي فات، لكن دي كانت رغبة الأندية. رأيكم إيه في القرار ده؟ خصوصا في ظل الضغط الكبير اللي بتعاني منه الأندية المصرية، بالتحديد الأندية المشاركة في أفريقيا، وأكثر تحديدا كمان نادي زي النادي الأهلي اللي بيشارك كمان على المستوى العالمي. هل هو قرار يعني في صالح الكرة المصرية وفي صالح المواسم التي سوف تلي هذا الموسم ولا لا؟ من وجهة نظركم تقدروا تبعتوا من خلال صفحات قناة الأهلي على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، وإنستجرام، وهناخد تفاعل حضراتكم وآرائكم في الجزء الأخير من الحلقة كما هو المعتاد. كمان عندنا أخبار كتير، لكن دايما البداية بتكون بأهم وأبرز العناوين نشوفها. يلا بينا في ترند الأهلي. الفريق الثاني في تدريباته استعدادا للمرحلة المقبلة. وفي الترند المحلي اليوم، بداية وصول المحترفين لمعسكر المنتخب. أما في الترند العالمي، صلاح على اعتاب رقم جديد مع ليفربول، ربنا يوفقه بإذن الله. طيب قبل ما نغوص في أخبار حلقتنا النهاردة وفقراتها، خلينا نتكلم في أهم وأبرز المباريات في مختلف الدوريات، خصوصا قبل خلاص التوقف الدولي اللي هيكون على مستوى العالم كله، لأن في تصفيات كاس عالم وفي بعض الارتباطات لمختلف المنتخبات. فنبتدي بالدوري الإنجليزي، الدوري الأكثر إثارة، وهو ممكن يكون مثير كمان كبطولة دوري وكماتشات كتير، لكن هو مثير على مستوى الفانتازي، لأن الفانتازي كل اللي بيلعبوا اللعبة دي الجولة دي تحديدا أرقام صعبة قوي قوي في الحقيقة يعني. فالنهاردة استكمالا للجولة السابعة في هذه البطولة، كان في ماتش ما بين كريستال بالاس وليستر سيتي الساعة 3 العصر، انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2. في نفس التوقيت كان ويستام مع برينتفورد، وبرينتفورد فاز بنتيجة 2-1 على ملعب ويستام في مفاجأة تعتبر من ضمن المفاجآت. وبرينتفورد في الحقيقة بادين الدوري السنة دي بشكل ممتاز، وأعتقد إن هم كده وصلوا للنقطة التاسعة في 7 ماتشات، يعني ماشيين بشكل جيد جدا في الحقيقة. في نفس الوقت ويستام اللي فازوا على ليدز يونايتد في المباراة الأخيرة بنتيجة 2-1 بيخسروا على ملعبهم بنفس النتيجة. كمان الساعة 3 أيضا في نفس التوقيت كانت مباراة توتنهام وأستون فيلا. توتنهام بيعود للانتصارات بعد إخفاق لثلاث مباريات متتالية، ابتدى الموسم بثلاثة فوز وبعد كده 3 هزيمة، وأخيرا عاد للانتصارات مع نونو سانتو المدير الفني السابق لولفرهامبتون والحالي لتوتنهام عشان يفوز على أستون فيلا بنتيجة 2-1. وأستون فيلا كانت الأسبوع اللي فات عملت مفاجأة كبيرة جدا بالفوز على مانشستر يونايتد في الأولد ترافولد بنتيجة 1-0. هو دوري في الحقيقة ما حدش يقدر يتوقعه أبدا ولا يتوقع أي نتيجة فيه يعني. أهم مباراة في الجولة وهي مباراة القمة الساعة 5:30، كمان 30 دقيقة من دلوقتي، مباراة ليفربول مع مانشستر سيتي في ملعب الأنفيلد. على ملعب ليفربول مباراة غاية في القوة والإثارة والندية بكل تأكيد، لما يكون اثنين من أبرز الأندية في العالم مش بس في إنجلترا يكونوا هيلعبوا بعض. وعلى مدار السنوات السابقة المباريات دي تحديدا كانت كلها إثارة وقوة. نجمنا المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي كما هو المعتاد. ليفربول عنده 14 نقطة في مقابل مانشستر سيتي 13. ليفربول محتاج ان هو يكسب عشان يرجع لصدارة الجدول بعد ما فاز امبارح تشيلسي وبقى موجود في الصدارة. بالتالي خلينا اقول لحضراتكم تشكيل الفرقتين، لان ده امر مهم جدا وبيهمنا بشكل كبير بسبب نجمنا المصري محمد صلاح. تشكيلة ليفربول، صاحب الملعب أليسون بيكر في حراسة المرمى، ميلنر باك رايت، ماتيب وفان دايك اثنين مساكين، روبرتسون باك ليفت، فابينو وهندرسون وكورتيس جونز في وسط الملعب، وثلاثي الأمامي ماني وجوتا وصلاح موجود فيرمينو في الدكة. أما بخصوص تشكيل مانشستر سيتي والروتيشن اللي دايما بيعمله جوارديولا،
في حراس المرمى ادرسون الحارس البرازيلي، في خط الدفاع ووكر في كظهير ايمن، دياز ولابورت كمساكين، كانسيلو كظهير ايسر، رودريجو ودي بروين وبرناردو سيلفا في وسط الملعب، جابريل خيسوس في الهجوم هو وفودن وجريليش طبعا الوافد الجديد من استون فيلا، محرز طبعا النجم العربي الاخر في دكه البدلاء. نتمنى كل التوفيق لنجمنا المصري محمد صلاح ويتالق باذن الله تعالى في هذه المباراه المثيره. ده فيما يتعلق بالدوري الانجليزي. فيما يتعلق ويخص الدوري الاسباني فالنهارده في بعض المباريات الهامه. اول مباراه كانت الساعه 2 الظهر ما بين اليتشي وسيلتا فيجو، اليتشي فاز بنتيجه 1-0. اسبانيول حتى الان مباراه لم تنتهي متقدم على ريال مدريد في مفاجاه من ضمن المفاجات برضو بنتيجه 1-0، المباراه اللي شهدت عوده توني كروس بشكل اساسي في التشكيله الخاصه بالمرينجي. الساعه 6:30 مباراتين في الدوري الاسباني، ختافي مع ريال سوسيداد وفيا ريال مع ريال بيتيس، والساعه 9 بالليل غرناطه مع اشبيليه. الدوري الايطالي ايضا عدد من المباريات، بولونيا الساعه 12:30 لعب مع لاتسيو وفاز 3-0، هيلاس فيرونا لعب الساعه 3 مع سبيزيا وفاز 4-0، سامبدوريا لعب ايضا الساعه 3 مع اودونيزي والمباراه انتهت بتعادل مثير جدا بنتيجه 3-3 بين الفرقتين. الساعه 6 في ماتشين، فيورنتينا مع نابولي وروما مع امبولي، والساعه 9 على ربع اتلانتا مع ميلان. ابرز مباريات اليوم كمان في الدوري الفرنسي، وهي مش اي مباراه، مفاجأة من العيار الثقيل جدا جدا جدا، باريس سان جيرمان بتشكيلته المتكاملة برباعي في الهجوم، تخيل مين هم، دي ماريا وميسي ونيمار ومبابي، الأربعة لعبوا بشكل أساسي، ما كانوش موفقين خالص في الشوط الأول لغاية الدقيقة 45 أو الدقيقة كمان الوحيدة اللي كانت في الوقت ضايع من الشوط الأول، تقدم فريق استاد ريني بنتيجة 1-0، ومع بداية الشوط الثاني أضافوا الهدف الثاني وتنتهي المباراة بتفوق استاد رينيم على باريس سان جيرمان بنتيجة 2 لا شيء في مباراة في الحقيقة مفاجأة كبيرة جدا. وزي ما احنا متعودين دايما يا جماعة، الموضوع مش بكتر النجوم معاك في الفرقة على قد ما هو سيستم اللعب والرغبة الدائمة في الفوز والانتصار. حتى الآن ميسي لم يحرز أي هدف مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، جاب بس هدف مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، بداية تعتبر صعبة شوية على ميسي مع نادي الجديد. دي أهم وأبرز المباريات في جميع الدوريات حول العالم. هروح لفاصل بقى، بعد الفاصل عندنا مواضيع كتير جدا عايزين نحكي فيها وعندنا تعليق على بعض الأمور، بالتحديد فيما يتعلق باستبعاد أفشة وشريف، هذا الاستبعاد الغريب جدا جدا والغير مبرر في الحقيقة. عندنا كلام كتير جدا مهم كمان بيتعلق بنادينا النادي الأهلي وآخر أخباره واستعداداته للمرحلة المقبلة. استنونا بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. في الحقيقة على مدار اليومين اللي فاتوا احنا كنا اجازة طبعا البرنامج، لكن في حدث هو الابرز ولحد دلوقتي الناس تتكلم فيه، واعتقد هيستمر الحديث عن الجزئية دي لحد انتهاء مباراتي منتخب مصر مع ليبيا ان شاء الله باذن الله تعالى على خير بفوز وتفوق منتخبنا، يا رب يكونوا موفقين جهاز فني ولعيبة ويفرحونا باذن الله تعالى. لكن الكلام على ايه؟ الكلام على مفاجأة مدوية باستبعاد أفشة وشريف. ممكن تقول لي يا عم خلاص الموضوع بقى له 48 ساعه ولا حاجه، الاعلان عن القائمه وكلام من ده، خلاص الموضوع مات. لا 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 لا، ما ماتش. وهي القصه مش خناقه او القصه مش دفاع مطلق عن اثنين لعيبه مهمين من ابرز اللاعبين في الدوري المصري ان لم يكن ابرزهم، هما الاثنين يعني. لما تيجي كده تفكر ايه هي الاسباب اللي تؤدي لاستبعاد محمد شريف وقفشة، حاول تختلق اي سبب، انت كده بينك وبين نفسك حاول تفكر في اي سبب كده وانت قاعد تشرب كوبايه شاي، قاعد تعمل اي حاجه، هو ليه الراجل ده استبعد شريف وقفشة؟ ايه السبب يعني؟ هل هما مستواهم وحش؟ لا. طب هل هما مثلا الموسم اللي فات اللي خلص مع الاهلي ما كانوش قد كده؟ مستواهم فيه اهتزاز شويه شويه فوق شويه؟ لا. طب هل هما مش مؤثرين مع فرقتهم؟ لا بصراحة مؤثرين جدا جدا يعني. طب هل هما في المباريات الأفريقية بيبقى ليهم دور ولا لا؟ بصراحة ليهم دور. فأنا مش لاقي أي سبب وأي مبرر لاستبعاد أفشة وشريف من المنتخب الوطني المصري.
ايا كان هي وجهه نظر فنيه طبعا، لان الناس راحت لك ناحيه ايه، ناحيه القياسات البدنيه وناحيه اللي هم يعني مجهدين وكلام من الكلام ده، مش حقيقي خالص يعني. هم الاثنين لعيبه فوجئوا وهم بعد المباراه بتاعت ليبيريا، ده محمد شريف حتى في ماتش ليبيريا جاب جونين، قفشه لما نزل عمل شغل كويس، فكان في دهشه جدا كبيره عند اللعيبه، زي ما هي الدهشه بشكل كبير جدا عند كل جماهير المصريه بمختلف انتماءاتها. لكن في وجهه نظر او من خلال يعني قرايه المشهد، السبب الرئيسي لاستبعاد الاثنين دول هي شخصيه المدرب البرتغالي. بمعنى ايه؟ لما تيجي كده ترجع تشوف المدربين البرتغاليين لما بيمسكوا في اي حته لازم بيعملوا مشكله في البدايه، مش مشكله، لازم يقول لك لا خلي بالك انا هنا، حتى لو انا جاي بقالي 3 4 5 ايام، فمين يا ابني احسن اثنين هنا لعيبه في مصر؟ قفشه وشريف يا كابتن. هم قفشه وشريف، طب يعني استبعدهم لي كده؟ يقول لك ايه، انا اقول يا جماعه لا، مش ضياء السيد، مش كابتن ضياء السيد ولا كابتن محمد شوقي اللي بيختاره ولا اي حد، انا اللي بختار، بدليل هو استبعدت لك ايه اثنين من احرف واهم اللعيبه في مصر. وعشان اوجه رساله لكل اللعيبه، هي سياسه بالمناسبه يعني، يا رب يكون موفق فيها، ما عنديش اي مشكله. انا يهمني بصراحه كواحد مصري، يهمني منتخب بلدي يوصل كاس العالم، يهمني ان انا اي بطوله كاس العالم اشوف مصر بتلعب، ما اقعدش سنين كتير جدا ما اشوفش مصر في البطوله، ده اللي يهمني يعني، ما يهمنيش مين يبقى موجود ومين ما بيبقاش موجود. لكن في نفس الوقت في حاجات غير منطقيه لازم نعلق عليها بصراحه، زي موضوع قفشه وشريف يعني. فعشان اوجه رساله للناس، يا جماعه لا، انا ليا رؤيه معينه بتاع، في الاول كده استبعده وبعد كده هبقى اجاوب، بدليل ان هم اعلن قائمه كاس العرب بشكل مبكر جدا برضه، ما اعرفش ليه خالص، فيهم قفشه وشريف موجودين، ده اكبر دليل ان هو عايز يعمل بس ايه، يلفت الانتباه شويه، لا انا اللي بختار، انا اللي بعمل، انا اللي بسوي. يا رب يوفقه ويكرمه ويكسب ليبيا رايح جاي يا رب باذن الله، ومندعمين ومساندين وكل حاجه وكل حاجه. بس هل مش كان من الافضل، الناس رؤيتهم فنيه ما عنديش مشكله، بس احنا برضو لينا حق نتكلم يعني كجمهور كمحبين للمنتخب الوطني المصري يعني، هل ما كانش من الافضل ان شريف وقفشه حتى يبقوا ورقتين رابحتين معاك على الدكه، اتنين معاك على الدكه يا اخي؟ ممكن كان ممكن في اي ظرف من الظروف لا قدر الله تحصل هتلجا لقفشه، واحد رجله في الملعب مستواه ما شاء الله، شريف واحد هداف ممكن يخطف لك من نص فرصه زي في ماتش ليبيريا جاب جونين من تمركزه الكويس. فخليهم دكه قويه معايا، ما بقولش الناس العناصر الموجوده في المنتخب قليلين، لا طبعا كلهم جامدين جدا حتى باللي تم استدعائهم يعني. لكن كان من الافضل ان اخلي اتنين زي دول كده معايا، يا عم انا مش عايز العبه اوكي، بس انتوا معايا على الدكه ممكن الجا لكم في اي وقت. مفيش اي سبب خالص يخليها اخرجهم بره القايمه خالص يعني، اصلا هيحصل اي يعني هل هم سيئين لدرجه ان انت ماتش مثلا التاني مش هتحتاجهم، بلاش الاول ماتش التاني مش هتحتاجهم، انت ضامن الظروف ماشيه ازاي؟ ضامن الامور هتبقى ماشيه ازاي؟ فانا غريب بالنسبه لي الموقف ده في الحقيقه. لكن لما تيجي تتكلم على الصعيد الاخر هو بيتعلق بالنادي الاهلي، ودايما المصلحه الاهم بتبقى منتخب مصر يعني، ودايما الاهلي بيبقى سعيد لما يكون بيمد منتخب مصر بلعيبه واكبر كم من لعيبه يعني، دي حاجه احنا متاكدين منها. لكن لما هتيجي بقى تبص على مصلحه الاثنين لعيبه، فهم محتاجين يريحوا شويه، في اجهاد ملحوظ جدا برضو، ده مش سبب انك يتم استبعادهم من المنتخب خالص يعني. فممكن تقدر لسه في فترة لحد ماتش ليبيا، الماتش الأولاني يوم الجمعة يعني، والأهلي كان ريحهم قبل انضمامهم للمعسكر، كنت تقدر أنت تتعامل معاهم ببرنامج معين، أن أنت تعمل لهم عملية استشفاء يكونوا جاهزين بنسبة 100% يعني. لكن على صعيد النادي الأهلي فأنت كده كده ريحت اتنين لعيبة مهمين للأهلي، وبرضه المنتخب المصري أنا مصر، ما في ناس تطلع تقول لك أصل هو مش هيحتاج لعيب رقم 10، أصل هو مش عارف إيه، طب ما هو واخد عبد الله السعيد يعني. لعيب كويس طبعًا عبد الله السعيد. لكن في نفس الوقت افرض لا قدر الله عبد الله حصل له حاجه، في بديل لي كده في المنتخب؟ قفشه موجود كنت تسيبه معاك ورقه، شريف هداف كنت تسيبه معاك ورقه برضه. فزي ما بقول لحضراتكم هي ايه، هي حته كده من كيروش لما تيجي بقى تستعيد الحاجات اللي زي كده يعني. مثلا لو تفتكروا مستر مانويل جوزيه المدير الفني العظيم، المدرب العظيم اللي كلنا بنعشقه يعني مش بنحبه بس، جه فتره كده احمد حسن كابتن منتخب مصر كان خلاص عقده قرب يخلص، فالجمهور في استاد القاهره انا فاكر كويس قوي قعدوا ينادوا على احمد حسن وعايزين نجدد له وبتاع،
جوزيه لقى كده قال لك لا انا مش عايزه، انا مش عايزه. بس جوزيه لما كان بياخد قرار كان بينجح بعد كده، يعني مفيش، ما تقدرش تلومه. بس انا في رايي ان لو لا قدر الله، ربنا يستر يا رب، ربنا يستر يا رب باذن الله، لو لا قدر الله مصر تعرضت لاخفاق في المباراتين، فالراجل فتح على نفسه النار وسلم نفسه للجمهور وللنقاد. في الحقيقه هيبقى السبب ايه؟ اجي انت ازاي تستبعد قفشه وشريف؟ انا اعتقد ان هو خانه الذكاء في الحته دي. يا رب ما نوصلش للمرحله دي، يا رب منتخبنا يكسب، يا رب مش عايزين اي لعيب خالص، مش فارق معانا مين من الاهلي، مين من هنا، مين من هنا، الاهلي كده كده موجود 6 لعيبه موجودين يعني في منتخب مصر. مش هي دي القصه، المصلحه العامه الاهم، منتخبنا الاهم، حتى لو هتلعب بالمنتخب كله محترفين يا سيدي مفيش مشكله. بس ما اسلمش نفسي للناس يعني بسبب واضح زي ده، ممكن ياثر عليا في ماتشين المنتخب يعني. فاتمنى له يا رب كل التوفيق. اختيار كان جيد جدا طبعا اتحاد الكوره ان هم يجيبوا كارلوس كيروش، مدرب برتغالي كبير وشهير وانجازات عظيمه جدا، يا رب هو وجهازه معاه وان يكونوا موفقين في هذه المرحله الهامه جدا والصعبه. ده فيما يتعلق بالملف الاولاني. الجزء الثاني عايز اتكلم عليه هو شكل بطوله الدوري للموسم الجديد. واحنا الاسبوع اللي فات صدعنا في الحقيقه من خلال الاخبار الكتير جدا كانت بتطلع، يا جماعه المقترح الاولاني هنلعب دوري من مجموعتين، المقترح الثاني هنلعب دوري من دور واحد، المقترح الثالث ان الدنيا تفضل زي ما هي. ف كنا مستشفين ان الافضل او الاقرب ان انت تلعب دوري مثلا من دور واحد عشان تتفادى المواسم الاستثنائيه المتكرره واللي بقى دمها تقيل جدا في الحقيقه في الكره المصريه، فكان قدامك فرصه. فانا بعذر رابطه الانديه لان هي مش صاحبه القرار لوحدها، لا بيبقى في تشاور مع ممثلي الانديه، ممثلي الانديه اغلبهم قال لك لا يا جماعه احنا عايزين الدوري من دورين والامور تبقى زي ما هي، لان انت هتسرقني في كام ماتش كده انزل لدرجه ثانيه او الامور ما تمشيش معايا يبقى انا استفدت ايه، بخلاف الجوانب التسويقيه والبث والكلام من ده. فاحنا بنصعب الامور على نفسنا، هيبقى الموسم استثنائي وهيبتدي يوم 25 زي ما اعلنوا، هيخلص في اخر 30/8. بس هنا الرهان على حاجه واحده بس، ان ما يبقاش فيه تاجيلات غير للانديه اللي عندها ارتباطات افريقيه وعالميه زي النادي الاهلي ونادي الزمالك وبيراميدز والمصري. الاهلي عنده ارتباطات عالميه، كاس العالم للانديه لسه مش عارفين ميعاده امتى، والزمالك والمصري وبيراميدز ارتباطات افريقيه. بس يبقى بشكل معقول يعني التاجيلات تبقى بشكل معقول بحيث انت ما تاثرش على ميعاد اللي انت حددته لانهاء بطوله الدوري، عشان نحاول نعالج الامور والدنيا ترجع لطبيعتها بعد انتهاء هذا الموسم. ف ده كان امر من ضمن الامور برضو المهمه. وموضوع كمان كاس الرابطه ميعادها، طب السنه دي هتبقى في فتره توقف كاس الامم الافريقيه، طب السنه اللي بعديها هيبقى امتى؟ مش عارف. طب الاولويه هتبقى كاس مصر في المواعيد ولا الرابطه؟ كاس الرابطه برضو دي جزئيه مختلفه، اعتقد هيبقى فيها كلام كتير جدا يعني. كاس الرابطه بتاعت رابطه الانديه وكاس مصر بينظمه اتحاد الكوره، فممكن يكون في خلاف في الحتت دي بعد هذا الموسم. خلينا ما نسبقش الاحداث ونتمنى التوفيق للجميع والامور تمشي بشكل جيد في صالح الكره المصريه. دول موضوعين كانوا مهمين جدا في الحقيقه في بدايه حلقتنا النهارده. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نتكلم بقى على الاهلي واستعداداته بعد ما استأنف التدريب النهارده استعدادا للمرحله المقبله، هنشوف كل التفاصيل والكواليس بعد الفاصل، استنونا. طيب النادي الاهلي النهارده بيستأنف تدريباته بعد راحه كانت لمده 3 ايام، بيستعد النادي الاهلي في المرحله دي تحديدا لدور ال 32 من دوري ابطال افريقيا لمواجهه بطل النيجر يوم 16 في مباراه الذهاب هناك باذن الله تعالى، بطوله الاهلي بيدافع فيها عن لقبه، وان شاء الله في هدف وفي دافع كبير قوي عند اللعيبه ان انت باذن الله تعالى تاخد البطوله لاول مره في التاريخ لمده 3 مواسم متتاليه، هيبقى انجاز كبير جدا من ضمن الانجازات المتعدده اللي بيحققها النادي الاهلي في الحقيقه على مختلف الاصعده. فنتمنى للفريق كل التوفيق في هذه المرحله الهامه جدا. لقطات حضراتكم شايفينها من مران اليوم اللي كان على استاد مختار التتش كالعاده، انا عاجبني قوي ارضيه التتش في الحقيقه، في تطور ملحوظ في شكل الملعب، كان التعليق كان كبير جدا جدا في الحقيقه خلال الفتره اللي فاتت او خلال سنتين فاتوا على ارضيه التتش، لكن واضح ان كان في شغل على الارضيه عشان يتم تطويرها عشان تظهر بالشكل اللي شفناه ده واللي شفناه كمان على مدار ماتشين 3 وديين لعبهم النادي الاهلي الفتره اللي فاتت. طيب علشان نطمن بشكل اكبر ونعرف كل التفاصيل خلينا نروح لقلب الحدث مع زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناة الأهلي من استاد مختار التتش عشان نطمن من خلاله عن كل الجديد.
يا كريم، ازيك؟ ازيك؟ طبعا مساء الخير عليك زميلي العزيز امير هشام، برحب بيك في البدايه وكل التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك كريم، يعني عايزين نطمن من خلالك على استئناف النادي الاهلي لتدريباته النهارده، ابرز ملامح المران، الامور ماشيه ازاي والكواليس؟ طمنا بشكل كبير جدا. يعني بالتاكيد في البدايه انت طبعا اتكلمت على حاجه مهمه جدا وهي ارضيه ملعب مختار التتش. يعني انت عارف زميلي امير الضغط الكبير اللي كان الفتره اللي فاتت والتدريبات المتتاليه ثم العوده للمباريات، يعني كانت بتبقى مسمي يعني بتسبب لود شويه طبعا على العمال المتواجدين طبعا لصيانه الملعب، لكن اما بيبقى في وقت والعمال بيكونوا متواجدين بيقدروا ان هم يظهروا الشكل اللي بنشوفه من خلال المباريات الوديه اللي بتذاع على شاشه قناه النادي الاهلي من خلال التدريبات. هو بس يعني ملعب مختار التتش محتاج وقت ومحتاج ان اللعيبه يعني تبعد عنه شويه، لكن يعني ملعب ممتاز كالعاده طبعا ملعب مختار التتش، والحمد لله ما بنسمعش اي شكوى من اللعيبه على قد ما بنسمع من بره، لكن احنا بناخد الكلام والحقيقه من لاعبي النادي الاهلي. لا بس في تطور يا كريم، ملحوظ في الحقيقه ان احنا نحصل على كل في تطور واضح جدا على الملعب، يعني عن الفترات اللي فاتت بالتاكيد طبعا زميلي امير انت عارف المجهود كبير جدا مجلس الاداره الحقيقه بقياده كابتن محمود الخطيب بيحاول ان هو يوفر كل سبل الراحه لفريق النادي الاهلي، لان لو ما فيش سبل راحه متوفره وما فيش امكانيات مش هنشوف البطولات العديده اللي بياخدها للنادي الاهلي مع الجهد الكبير اللي احنا بنتمنى ان شاء الله زي ما شفنا الموسم المنقضي بقوته الكبيره جدا نشوف الموسم القادم ان شاء الله لفريق النادي الاهلي بحصول على كل البطولات، ومنها باذن الله بقى البدايه تكون في البطوله الافريقيه. انت ذكرت ايضا كمان ان شاء الله باذن الله للمره الثالثه على التوالي حلم كبير بالنسبه لنا، ده يكون امر كبير جدا جدا، يعني عظمه كبيره جدا لنادي الاهلي. نادي الاهلي عظيم بهذا الامر، النادي الاهلي عظيم اما بيبقى عندنا الطموح اكبر من كده، بنحقق بطوله واثنين وثلاثه وعندنا الرغبه كبيره جدا. لعيبه النادي الاهلي عندها الرغبه وعندها الامكانيات ان شاء الله الفتره اللي جايه ان هي تحقق كل البطولات اللي تشارك فيها بالروح الكبيره وبالتدعيمات اللي احنا شايفينها. ويمكن بقى اكلمك في البدايه بقى امير طبعا على التشكيل بشكل عام او الجو العام بالنسبه لمران النادي الاهلي بعد الراحه طبعا اللي كان مستر بيتسو موسيماني المدير الفني طبعا راح لجنوب افريقيا، ولعيبه النادي الاهلي طبعا اخذت الثلاث ايام راحه. الامور الحمد لله طيبه جدا بالنسبه لتشكيل فريق النادي الاهلي، بالنسبه طبعا لتدريب فريق النادي الاهلي عفوا، لكن عايز اكلمك على اكثر من نقطه مهمين جدا هيطمنوا كل جمهور النادي الاهلي على راسهم بيرسي تاو. بيرسي تاو شايفينه النهارده في التدريب بالكامل، بياخد طبعا اجزاء تدريبيه في طبعا تدريبات بالكره، لكن جاهزيته واضح ان هو كان ماشي بشكل طيب جدا خلال التاهيل مع طبيب النادي الاهلي احمد عبد الله بدني، خد جزء بالكره. يعني لا 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 الاصابات المزمنه دي انت عارف بنسمعها، بس يعني الناس اللي بتحاول تهدم النادي الاهلي وبتحاول ان هي تهدم طبعا يعني من الصفقات اللي متواجده، لكن احنا بنشوف على الواقع وبننقل الحقيقه ومن خلالك ومن خلال كل برامجنا امير راجل ان شاء الله باذن الله يكون اضافه كبيره جدا، امكانياته رائعه ومميزه، عنده ثقافه كبيره جدا، وثقافه النادي الاهلي دي مهمه جدا. كل هنا بيتكلم على بيرسي تاو ان هو ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه يكون اضافه كبيره جدا زي لويس ميكسون ان شاء الله اللي بنتمنى له باذن الله زي ما شفناه متالق خلال الفتره اللي فاتت، يتالق اكتر من كده كمان مع الانسجام الكبير. لكن بطمنك على بيرسي تاو في البدايه بيشارك في تدريبات الجمعيه، بيشارك في تدريبات الكره بنعمل بقى ان شاء الله مع المباريات الوديه القادمه اللي بننتظر طبعا كابتن سعيد عبد الحفيظ وبيتسو موسيماني تحديدها، سواء مباراه او مباراتين قبل طبعا المباراه الهامه جدا في دور 32 امام الحرس الوطني بطل النيجر، لسه الامر ده لم يتم حسمه بشكل كبير، لكن من المؤكد ان يكون في مباريات وديه للاطمئنان بشكل كامل على حاله اللاعبين. اللاعب الثاني كمان اللي باكد عليه وهو محمد مجدي قفشه، محمد مجدي قفشه متواجد في تدريب النادي الاهلي، ودي نقطة مهمة جدا لأن الجهاز الفني بعد الاستبعاد يعني الرؤية الفنية طبعا زي ما المدير الفني طبعا مستر كيروش صرح إن محمد مجدي قفشة ومحمد شريف رؤية فنية، محمد مجدي قفشة متواجد رغم حصوله على ثلاث أيام أجازة، ثلاث أيام لمحمد شريف وثلاث أيام لمحمد مجدي قفشة، ده طبعا كان قرار من الجهاز الفني، لكن الحقيقة محمد مجدي قفشة يعني روحه كبيرة جدا وإصراره كبير جدا، الراجل كان ممكن يكون متواجد يا أمير وثلاث أيام يكون خارج التدريبات ويقضي طبعا حياته، لكن حب النادي الأهلي وحبه للتدريب وثقته كبيره في نفسه ده حاجه كبيره جدا، راجل بيحرج وبيفرح وبيتكلم على اللعيبه مفيش اي حاجه، ده تدل على ان الثقه كبيره جدا في امكانيات محمد مجدي قفشه وايضا محمد شريف. هو محمد شريف طبعا اللي فضل ان يبعد شويه عن التدريبات وهياخد الراحه ثلاث ايام كامله، لكن محمد مجدي قفشه متواجد في التدريب بالكامل، بنتمنى ان شاء الله محمد مجدي قفشه باذن الله ان شاء الله على مدار الايام القادمه وبدايه من مباراه النيجر يكون كالعاده في تالق. وحسين الشحات متواجد بكل قوه بعد اجهاد الضمه اللي كان شعر بيه خلال الايام الماضيه، والحمد لله التدريب ماشي بشكل جيد، الراجل ماشي على
التكتيك. عندنا طبعا غيابات لاعبي المنتخب وعندنا عدد من اللعيبه اللي طلع طبعا من قطاع الناشئين، لكن كلها استفادات فنيه امير اكيد لكل اللاعبين، سواء الراجل بيطمن بشكل عام على اللاعبين او الوافدين الجدد اللي متواجدين مع فريق النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله باذن الله يستمر الحماس اللي احنا شايفينه والجديه مع لاعبي النادي الاهلي على مدار الايام القادمه ان شاء الله. ان شاء الله يا كريم، انا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي كان معانا من استاد مختار التتش، وبصراحه الراجل طمنا على كل كبيره وصغيره بتتعلق بالفريق، وكمان عن قفشه وشريف والبرنامج الخاص بيهم خلال المرحله الحاليه. نشكرك يا كريم شكرا جزيلا. دي تفاصيل واخبار النادي الاهلي، هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل فقراتنا، يلا بينا. اخبار الاهلي على السوشيال ميديا وايه اللي اتقال على الاهلي في ترند الاهلي. نبتدي بالوطن سبورت والكلام على موسيماني، والكلام مستمر في الجزئيه دي، مش عارف ليه، مش عارف هيخلص امتى. قال لك عاجل حسم مصير موسيماني مع الاهلي. ايه المصير؟ ايه الدنيا؟ الراجل موجود، الراجل مكمل مع الاهلي. في كلام كتير بيطلع الفتره اللي فاتت على موضوع ان هو جاله عرض مش عارف من الامارات وعرض منين وكلام من ده. كل اللي اقدر اقوله لحضراتكم ان الاهلي متمسك بموسيماني وموسيماني متمسك بالاهلي، وفي مشروع الناس تشتغل عليه من الجانبين او من طرفين، من الاهلي ومن موسيماني. كل حاجه وارده في كره القدم، كل حاجه وارده، تمام. لكن انا بتكلم لحد هذه اللحظه، ولحد كمان لما الاهلي يبتدي الدوري، ولحد ما الموسم كمان يخلص، ان الراجل عقده ممتد مع النادي لغايه اخر الموسم اللي هيبتدي يوم 25. في المرحله دي في كام يوم دول قبل الدوري الاهلي مش هيغير مدربين يا جماعه، الا الظرف طارئ، ظرف طارئ يعني. ودي حاجه انا لازم اقولها تحسبا لاي متغيرات ممكن تحصل، متعودين على كده في كره القدم. فيما عدا كده المتغيرات دي الدنيا ماشيه والدنيا مستقره ومفيش اي مشكله خالص لاهلي ولا موسيماني. الخبر اللي بعده، اليوم السابع علي معلول يضحي ب 32 مليون جنيه ويمدد عقده مع الاهلي لمده موسمين بشكل رسمي، لسه ما تمش الاعلان، لكن الامور ماشيه في الاتجاه الايجابي جدا ما بين الاهلي وعلي معلول، وان شاء الله قريبا نسمع اخبار كويسه في الجانب ده. وعلي معلول من ضمن الناس اللي بتحب الاهلي جدا بالمناسبه، وما فيش اي مشكله في استكمال مشواره مع الفريق. في الجول على فيسبوك بيتكلموا على ان موقف اجاي مع الاهلي لحد دلوقتي هو موجود في قائمه الانتظار، لان الاهلي كمل خلاص القائمه الخاصه بالاجانب، والاهلي بيحول له مرتبه كل اول شهر الا ان يجد جديد بخصوص اعارته او بيعه. يعني ده باختصار في قصه جونيور اجاي. هروح لفاصل وبعد الفاصل نكمل، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. احنا عارفين ان منتخبنا الوطني المصري بيواصل استعداداته لمباراتي ليبيا يوم 8/11 باذن الله تعالى. المحترفين او بعض المحترفين هينضم النهارده لمعسكر المنتخب، والاستعدادات هتفضل مستمره باذن الله لحد المباراه الاولى اللي هتكون في القاهره امام ليبيا ان شاء الله، نتمنى فيها كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. لكن في المقابل عايزين نعرف اخر اخبار وتفاصيل وكواليس المنتخب الليبي اللي بيستعد بكل قوه لهذه المباراه او للمباراتين دول قدام منتخب مصر. فعشان كده خليني اخد على الهاتف سريعا من ليبيا الاستاذ سراج الكرشيني الاعلامي الليبي الكبير. يا استاذ سراج مساء الخير عليك. مساء النور استاذ امير، تحياتي لك وكل طاقم العمل في قناه الاهلي المصري وكل الشعب المصري الشقيق. اهلا بيك، منورنا على شاشه قناه النادي الاهلي. في البدايه طبعا عايز اعرف من خلالك يعني كيف يستعد المنتخب الليبي للمواجهتين المقبلتين امام منتخبنا الوطني المصري، ماتشين طبعا مهمين جدا في اطار المنافسه على بطاقه التاهل للمرحله النهائيه من تصفيات كاس العالم. بالضبط استاذ امير، المنتخب الليبي متواجد في تركيا في الفتره الماضيه. هو طبعا هذه المره الثانيه اللي هم يتواجدوا في تركيا في الفتره الاخيره بامر من السيد كليمنتي، ربما نظره يكون اغلبها يعني من خلفيه ان في نظر السيد كليمنتي ان الاخوه الاقصى، وايضا الامور اللي هو شافها في المعسكر يرى انها مناسبه جدا لطبيعة عمله وأيضا للشغل اللي هو حيقوم به، وشاهد الشارع الليبي في مواجهة الجابون وأنغولا حقق من 6 نقاط، والمطلوب في كرة القدم دائما هو تحقيق الفوز بغض النظر عن نقطة أن كانت ربما مفاجأة أيضا لبعض، أو خلينا نقول في شريحة كبيرة من الجمهور الليبي، لكن عامر التوفيق أيضا ممكن كان في صفنا، إضافة إلى في عزيمه واصرار لدى اللاعبين اشتغل عليها في العام النفسي المدرب بشكل كبير. يقوموا بتحضيرات، الوقت ضيق جدا لم يسمح لكليمنتي او اللجنه الاداريه في الاتحاد الليبي لكره القدم لتنظيم مباراه وديه كما مثلا على سبيل المثال عملت مصر مع ليبيريا في اليومين الماضيات. اكتفى الطاقم الفني الليبي بالتحضيرات وفي انتظار موعد الرحله
في الفترة القادمة إلى مصر لمقابلة المنتخب المصري في الذهبين. إمتى يوصل المنتخب الليبي للقاهرة بإذن الله؟ هو الأمانة يعني الموعد بالتحديد يعني ما ركزتش عليه أنا مثلا في الأخبار، لكن مؤكد أنه قبل المباراة ب 48 ساعة يعني. طيب هل في غيابات في صفوف المنتخب الليبي سواء على صعيد اللاعبين المحترفين أو اللاعبين اللي ممكن يكونوا نتاج الدوري المحلي؟ هو القائمة اللي تواجدت أمام الجابون وأنغولا بنسبة 100% هي نفس القائمة الموجودة في الفترة الحالية. كان في مطلب من الشارع الرياضي بعد ما حققنا 6 نقاط أن عندنا لاعبين موجودين في أوروبا ولهم فترة لم يتم استدعائهم، في منهم من قرر أيضا الاعتزال وحاول الجمهور أن يؤثر والمسؤولين في الرياضة يؤثروا على عودتهم من جديد، من ضمنهم وعلى رأسهم نجم نادي كروتوني الإيطالي اللاعب الخبير احمد بن علي مواليد 92 وعنده الخبره والامكانيات اللي ممكن تساعد منتخب ليبيا، لكن السيد كليمنتي اصر انه بيشتغل ضد القائمه يعني. طيب كيف استقبل الجهاز الفني المنتخب ليبيا خبر استبعاد 2 من ابرز اللاعبين أفشة وشريف؟ مفاجاه اكيد بشكل كبير جدا، استقبلوا الخبر ده ازاي؟ نعم مفاجاه كبيره جدا يعني. كل اسم فيهم له وزن في المكان اللي هو يلعب فيه. أفشة يعني لاعب خبره، لاعب يعني شهدناه حاسم في السنوات الاخيره مع نادي الاهلي المصري، لاعب له وزن في منتخب مصر. محمد مجدي والاخر ايضا مهاجم، يكفي انه سجل هدفين في ليبيريا في اليومين الماضيين. يعني امر غريب جدا اللي شافه كيروش. طبعا هو كل مدرب عنده نظره معينه، ما تقدرش انت تدخل في تفاصيل اسباب اعتماده على اسمين فقط في خط الهجوم طبعا. 4 حراس لا نحن اطلعنا على الاخبار كاعلام وصحافه ومركبات لها علاقه بكره القدم في ليبيا، اطلعنا وفي علامات استفهام كثيره يعني. مفاجات بكل تاكيد. تمام استاذ سراج انا بشكرك شكرا جزيلا. استاذ سراج الكريشتيني الاعلامي الرياضي الكبير، اتكلمنا معاه عن كواليس استعدادات المنتخب الليبي لمباراتي مصر في تصفيات كاس العالم، ان شاء الله باذن الله منتخبنا الوطني يكون موفق فيهم. خليني اروح لتفاعل حضراتكم ومشاركتكم معنا من خلال سؤال حلقه النهارده اللي بيتعلق برايك في القرار الخاص ب ان الدوري يكون بشكله الطبيعي في الموسم الجديد. تالين حمدين قالت ايه؟ قال تفكير تقليدي في ظروف غير طبيعيه، عندها حق، سندفع ثمن او هيدفع ثمنها اللاعبين والاهلي سيكون اكثر متضررين، للاسف ما فيش حد بيفكر لمصلحه الكره المصريه. تمام خلينا كمان ناخد ايهاب اللي قال كنت بفضل دوري الدور الواحد او المجموعتين بس للاسف اغلب الانديه رافضه لمصلحتها، اكيد ده امر مؤكد لكن ما حدش بص للمصلحه العامه في الحقيقه. محمود عبد العزيز قال هو ايه الجديد في كده، احنا بقالنا كذا موسم بالشكل ده، المشكله مش في عدد المباريات ولا دور واحد او دورين، المشكله في سوء التنظيم والاداره، نتمنى ان يتم تدارك الاخطاء فيما بعد. ابو فريد قال قرار خطا 100% كمان، فواضح ان ناس كتير جدا كانت ضد هذا القرار، لكن في كل الاحوال هو قرار اتاخد خلاص وبقى امر مسلم بيه، والدوري السنه الجايه بالشكل الطبيعي، نتمنى ان الامور تمشي بشكل جيد، ما يبقاش فيه تاجيلات كتير عشان تقدر تخلص في 30 اغسطس ومن ثم تقدر تعالج المشاكل اللي عندك في تنظيم الدوري فيما بعد ان شاء الله باذن الله تعالى. نتمنى لهم كل التوفيق ونتمنى للنادي الاهلي باذن الله ان هو يستعيد هذا اللقب الغالي. دي كانت تفاعلات حضراتكم ودي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند ليس لدينا الجديد، وغدا كل المزيد في حلقه جديده من نفس البرنامج، استنونا الى اللقاء.